في الوقت الذي كانت تدور فيه المواجهات في محيط قصر الاتحادية، كان مستشار الرئيس المصري محمود مكي وطبعا نائبه يقول في مؤتمر صحفي إن جميع القوى السياسية المعترضة على بعض المواد في الدستور مدعوة لتقديم مقترحاتها بشأن المواد محل الخلاف، ومن أجل وضع آلية للتوافق عليها بوثيقة مكتوبة ضمانا لعبور المرحلة الانتقالية الحساسة في مصر. جميع القوى السياسية اللي اعترضت على نصوص أو بعض النصوص في مواد الدستور مدعوة لتقديم مقترحاتها وتصوراتها بشأن المواد محل الخلاف، ووضع آلية للتوافق على النصوص محل الخلاف، بحيث قد نتوصل من خلال الحوار الهادئ جدا إلى أن نضع تصورات في حالة إتمام الاستفتاء والنتيجة نعم، وهو ده اللي يقلق القوى السياسية المعترضة على 10-12 مادة حسب ما تم حصرها ودي أبرزها، كيف سنتعامل مع المواد دي. ممكن نتوافق من الآن على تعديل المواد دي بوثيقة مكتوبة. المستشار مكي أكد أن الرئيس مرسي ملتزم أمام الجمعية التأسيسية التي أتمت مسودة الدستور النهائية بدعوة المواطنين إلى الاستفتاء في مدة أقصاها 15 يوما، ولا يملك إلا الانصياع لإرادة الشعب المصري، لذلك دعا الرئيس الشعب إلى الاستفتاء. المادة 60 اللي ورد في الإعلان الدستوري اللي صادر بتاريخ 30 مارس 2011، هو نفسه النص اللي سابق الاستفتاء عليه يوم 19 مارس. يعني هذا النص لابد من احترامه احتراما لإرادة الشعب. هذا النص أوجب على السيد الرئيس بمجرد انتهاء الجمعية التأسيسية من مسودة الدستور النهائية أن يدعو المواطنين للاستفتاء في موعد أقصى 15 يوم من تاريخ الانتهاء أو إعداد المسودة النهائية. لا يملك السيد الرئيس إلا أن ينصاع ويطيع الإرادة الشعبية اللي ألزمته أنه ما يتأخرش عن 15 يوم اللي موجودين في الإعلان الدستوري.